نتائج الانتخابات البلدية في تركيا جاءت على عكس ما اشتهى حزب العدالة والتنمية الحاكم. أراد أن يعوض فيها الخسائر التي تكبدها في انتخابات عام 2019، فإذا به يصاب بخسارة مدوية أمام المعارضة التركية. الانتخابات البلدية التي جرت مؤخراً ونتائجها تعكس حالة ضعف أردوغان على المستويين الشعبي والسياسي. أردوغان فقد ليس فقط الأصوات وإنما القوة السياسية التي كانت يتمتع بها على مدار أكثر من عقدين. خسارة حزب العدالة والتنمية أمام حزب الشعب الجمهوري العلماني وصفتها تقارير إعلامية بالانتكاسة. بكل تأكيد التيار العلماني بتركيا كان الفائز الأبرز في هذه الانتخابات على حساب التيار الديني أو تيار الإسلام السياسي المتمثل في شخص الرئيس أردوغان وحزبه الحاكم حزب العدالة والتنمية. في ضوء هذه النتائج سألت وول ستريت جورنال هل انتهت حقبة أردوغان؟ فيما تحدثت مجلة ماريا الفرنسية عن عودة إحياء النظام العلماني في تركيا الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك. انتهت حقبة أردوغان كما عرفناها على مدى العقدين، لكن من المبكر الحديث عن انتهاء أردوغان ونفوذه السياسي. ما دلالات فوز التيار العلماني في تركيا في الانتخابات البلدية؟ هل هي نهضة حقيقية له أم تغير مؤقت في الساحة السياسية؟ وما هي أوراق حزب العدالة والتنمية في المرحلة المقبلة؟ أنا انتصار يونس وهذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست. منذ عدة سنوات والسباق الانتخابي بشتى أنواعه في تركيا تشتد حرارته بين تيارين، تيار إسلامي بقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم وتيار علماني وعلى رأسه حزب الشعب الجمهوري يؤمن بنظام حكم يقوم على فصل الدين عن الدولة استناداً إلى المبادئ العلمانية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك وأدخلها في دستور البلاد بعدما ألغى دولة الخلافة العثمانية في عشرينيات القرن الماضي. مصطفى كمال أتاتورك كانت لديه رؤية سياسية واضحة حول تركيا جديدة، جمهورية علمانية تكون قريبة من الغرب، تكون حديثة وتعتمد على الجمهورية كنظام حكم جديد في البلاد يعني. لكن هذا الموضوع بكل تأكيد تغير بسبب الكثير من التغييرات التي طرأت على المجتمع التركي، خصوصا سيطرة العسكر في الثمانينات على يعني معظم مجالات الحياة. الصحفي سروان قدجو من مؤسسة صوت أمريكا في واشنطن مختص بالشأن التركي. استطاعت الأحزاب الإسلامية وخصوصا حزب العدالة والتنمية ب 2002 أن إبعاد تركيا عن تلك الهوية العلمانية التي تمتعت بها على مدار عقود منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة. في عام 2002 وصل حزب العدالة والتنمية إلى الحكم بعد أزمة اقتصادية وسياسية حادة في تركيا، وتمكن لاحقاً من تحقيق انتعاش اقتصادي مهم جعل من تركيا آنذاك نموذجاً في المنطقة. يعني بال 2002 حزب العدالة والتنمية كان الحزب الإسلامي المثالي حتى بالنسبة للكثير في الغرب بما فيها الولايات المتحدة. كان الكثير من السياسيين الغربيين يقولون بأن حزب العدالة والتنمية هو المثال الحقيقي لتجربة الإسلام السياسي وعلينا كغرب دعمه. كان هناك توجه لاحتواء الحزب وتجربته الجديدة في تركيا ضمن المنظور الغربي الجديد نحو المنطقة. كان الكثير يعتبرون التجربة التركية هي التجربة الأنجح والتجربة المثالية للحكم الرشيد والتنمية والتطور. إذن حقق حزب العدالة والتنمية انتعاش اقتصادي في تركيا وشكل في مرحلة ما نموذجاً ناجحاً للإسلام السياسي. ما الذي حصل بعد ذلك وجعل الحزب يخسر شعبيته؟ قام الحزب شيئا فشيئا بالسيطرة الفعلية على مفاصل ليس فقط الدولة ولكن المجتمع. يعني حزب العدالة والتنمية وشخص أردوغان قام بشخصنة الحكم في تركيا، وهو يعني الجيش كان مناصرا لفكرة العلمانية، لكن أردوغان حاول يعني استطاع اختراق الجيش وتحييد الجيش لصالحه بحيث أنها بعد فترة وجيزة
أصبح الجيش أداة بيد حزب العدالة الحاكم، خصوصا بعد 2016 محاولة الانقلاب اللي عطت أردوغان فرصة لينال من خصومه السياسيين بما فيهم الموجودين داخل المؤسسة العسكرية، وبالتالي قام بوضع شخصيات وجنرالات وقادة موالون له سياسيا وإيديولوجيا. وفي الحياة العامة كيف كانت سياسته؟ أردوغان استطاع أن شراء معظم المؤسسات الإعلامية الموالية، وبالتالي الصحافة بتركيا باتت إلى حد بعيد أداة بيد أردوغان، كما قام يعني تغيير الكثير من، خصوصا مثلا موضوع تأسيس مدارس ذو توجه ديني، موضوع الحجاب، موضوع وضع الحجاب أو نزع الحجاب في تركيا. نعلم أنه كان ممنوعا يعني ارتداء الحجاب في المدارس التركية، لكن أردوغان أعاد هذه الفصلة إلى المدارس التركية، وما سبب بالشرخ مجتمعي في الكثير من المدن والمناطق التركية، خصوصا التي يكون فيها تزاحم مستمر بين العلمانيين والإسلاميين. وبالإضافة إلى، جميعنا نعلم التغييرات الجذرية التي حدثت في الدستور التركي، استطاع أردوغان من خلالها تثبيت حكمه بشكل شخصي، ونقل البلاد من التجربة البرلمانية، يعني النظام البرلماني، إلى النظام الرئاسي الحالي. طيب بالمقابل كيف كان يتفاعل التيار العلماني مع هذا الوضع؟ ببداية قدوم أردوغان وحزب العدالة والتنمية للحكم، كان هناك يعني تواجد تقليدي للأحزاب العلمانية والشخصيات الليبرالية، سواء الذين كانوا ينشطون في المجتمع المدني أو الذين ينشطون في الفضاء السياسي. لكن الحزب بتوجهه السلطوي حاول أن يقمع تلك الأصوات التي سواء كانت مناصرة للأقليات الإثنية والعرقية في تركيا أو المقربة من الغرب، شخصيات علمانية تريد لتركيا أن تعود كما كانت. خصوصا على مدار العقد الماضي، استطاع أردوغان أن ليس فقط أن يقمع تلك الأوساط، بل استطاع أن يخترقها، بحيث تشكلت تيارات هجينة من العلمانية التركية المعهودة أو لا تشبه العلمانية التركية المعهودة. مثل مين مثلا؟ يعني ظهرت شخصيات كبيرة حتى ضمن الحزب، حزب الشعب الجمهوري، يعني شخصيات مثل كمال كلجداروغلو الذي بقي في إطاره التقليدي، لم يستطع منافسة أو خطاب مواكبة الخطاب الذي كان يقوم به أردوغان على المستوى الشعبي، يعني لم تستطع أن تتجاوز الحد الذي رسمه له أردوغان في فترة من الفترات. لكن انتخابات 2024 أثبتت أن أحزاب معينة وشخصيات معينة بما فيها شخصيات ضمن حزب الشعب الجمهوري سيكون لها دور مهم للغاية في المرحلة المقبلة، خصوصا في شخص محافظ اسطنبول أكرم إمامولو. طيب سروان، يعني وصلنا لنتائج الانتخابات البلدية الأخيرة، وطبعا هي الخسارة الأكبر لحزب العدالة والتنمية بعد خسارته بال2019 وخاصة في اسطنبول وأنقرة. إذا كان قبل 5 سنوات رصيد الحزب الحاكم 39 بلدية، فما حجم خسارته اليوم؟ عملياً فينا نقول أنه أردوغان فقد السيطرة على أكثر من 15 بلدية في كل أنحاء تركيا، بما فيها البلديات التي كانت أوريدي تحت سيطرة حزب الشعب الجمهوري المعارض CHP، يعني اسطنبول على سبيل المثال، وأنقرة، ومدن كبرى مثل بورصة وإزمير ومناطق يعني كانت سابقاً منذ فترة ليست ببعيدة معاقل سياسية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، لأنه بطبيعة الحال أردوغان استطاع من خلال سنوات القليلة الماضية، خصوصا بعد محاولة الانقلاب 2016، يعني الضربة العسكرية التي استهدفت حكمه، يعني أن أحكم سيطرته على يعني على جميع الأصعدة في البلاد، سواء القضاء أو الصحافة أو النظام السياسي بشكل عام، واستخدام العنف السياسي ضد معارضيه السياسيين. لذلك أعتقد بأن الانتخابات البلدية التي جرت مؤخرا ونتائجها تعكس هذه الحالة، حالة ضعف أردوغان على المستويين الشعبي والسياسي. خسارة حزب العدالة والتنمية جاءت لصالح حزب الشعب الجمهوري العلماني الذي حقق تقدما كبيرا، وارتفع رصيده من البلديات خلال الأعوام الخمسة الماضية
من 21 إلى 35 بلدية. فمن هو حزب الشعب ومن يمثل؟ حزب الشعب الجمهوري هو حزب تقليدي بطبيعة الحال، يعني هو الحزب المؤسس لتركيا أو حزب مؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك، وبالتالي لديه إرث سياسي، الحزب لديه إرث سياسي يعتمد عليه في كل حملة انتخابية في كل مناسبة سياسية. لكن مع صعود الأحزاب الإسلامية وخصوصا حزب العدالة والتنمية تراجعت شعبية الحزب، يعني على مدى أكثر من 20 عاما كانت نسبة التصويت بالنسبة لحزب الشعب ما بين 20 و30%. طيب، ومع هذا الفوز لحزب الشعب، هل يمكن التعميم أن التيار العلماني هو الفائز؟ بكل تأكيد التيار العلماني بتركيا فاز، كان الفائز الأبرز في هذه الانتخابات المحلية على حساب التيار الديني أو تيار الإسلام السياسي المتمثل بشخص الرئيس أردوغان وحزبه الحاكم حزب العدالة والتنمية. لنتحدث الآن عن أسباب خسارة الحزب الحاكم. اللافت صراحة في هذه الانتخابات كان ظهور بوادر انشقاق في التيار المتدين بحصول حزب الرفاه من جديد للتوجه الإسلامي وحليف أردوغان السابق على 6% من الأصوات اللي كانت تقليدياً تصوت لصالح العدالة والتنمية. هذا يثير سؤال، هل حزب أردوغان لا يزال الممثل الأبرز للتيار الديني؟ التيار الإسلامي خصوصا في عهد أردوغان حزب العدالة والتنمية أفرز الكثير من العداوات من الأعداء حتى ضمن التيار نفسه، وحدث مع شخصيات كثيرة، شخصيات لها تأثير ديني في الوسط المجتمعي التركي بما فيها حزب الرفاه سابقا، الحزب الذي أصلا أردوغان كان جزءا منه واستفاد منه وركب موجه حتى وصل إلى مرحلة معينة. يعتبر الكثير من أنصار حزب الرفاه الجديد الحالي بأن أردوغان انقلب على الحزب الأم، وبالتالي هناك أصوات، هناك طرق صوفية معينة في تركيا، وهناك شخصيات دينية لا تنسى الأمور، يعني خصوصا إذا كان الأمر متعلقا بشخصيات ساهمت بخروج التيار الإسلامي في تركيا إلى الواجهة السياسية. وهناك نقطتين أردوغان يخشاهم في المرحلة المقبلة: ظهور تيار إسلامي بديل سواء عن طريق حزب الرفاه أو أي حزب آخر، وتيار علماني معتدل ومقرب من الشعب خصوصا في شخص محافظ اسطنبول أكرم إمامولو. طيب سروان، بالحديث عن الأسباب التي أدت إلى هذه الانتكاسة لحزب العدالة والتنمية، ذكر العديد من الأسباب ومنها نمو الكوادر غير الفعالة وشخصنة الحزب، لكن العامل الأبرز كان الحديث عن سوء الأداء الاقتصادي الذي جعل معدل التضخم في تركيا يصل ل70%. كيف أثرت الأزمة الاقتصادية على هذه الانتكاسة للحزب؟ طبعاً برأيي الجانب الاقتصادي هو أهم عامل تسبب بخسارة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، خصوصاً في ظل التضخم الكبير الذي حدث في السوق التركية وانخفاض القدرة الشرائية بالنسبة للليرة التركية، بالإضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بسياسات أردوغان الخارجية من خلال حرب غزة. أدرك الكثير من الأنصار، أنصار الحزب وأنصار أردوغان نفسه، أنه مجرد دعايات بما فيها دعايات انتخابية، يعني أردوغان لا زال يتعامل مع إسرائيل كدولة حليفة ولا زالت التجارة مستمرة بين إسرائيل وتركيا. هذه الأمور بالنسبة للناخب التركي، المواطن التركي البسيط المتعاطف مع الفلسطينيين في غزة، هي مواضيع مهمة. لكن سروان، قبل 10 أشهر فاز الرئيس أردوغان بالانتخابات الرئاسية وكانت الأوضاع الاقتصادية نفسها ومشاكل الاقتصاد حاضرة. كيف يمكن تفسير فوز أردوغان في أيار مايو 2023 وخسارته الآن؟ يعني المعادلة بسيطة جدا، في الانتخابات العامة سواء البرلمانية أو الرئاسية هناك تحالفات كبيرة يعني بين الكتل والأحزاب السياسية ولا تعكس بالضرورة
شعبية مرشح أو حزب معين، لأنه بالنهاية هي رفرندوم استفتاء بين الشخصين بين مرشحين، بينما الانتخابات البلدية تعكس بالضرورة شعبية الأحزاب المنافسة في هذه الانتخابات. لذلك أعتقد بأن أردوغان فقد الأرضية التي كانت تساعده على الخروج في الانتخابات البلدية. الانتخابات البلدية بشكل عام لتركيا هي تشكل أيضا أرضية للانتخابات المقبلة. يعني عندما تقول أن نتائج الانتخابات البلدية تشكل أرضية للانتخابات العامة المقبلة، هل تقصد أن أكرم إمام أوغلو الفائز بمنصب عمدة بلدية إسطنبول قد يفوز بانتخابات الرئاسة، أو لنقل على الأقل أن يبرز كمنافس قوي فيها؟ أنا برأيي أنه حزب الشعب الجمهوري وشخص أكرم إمام أوغلو رح يستفيدوا، رح يدرسوا الواقع الجديد عن كسب، لأنه بالنهاية عندهم تحديات جديدة. التحدي الرئيسي هو انتخابات المقررة إجراؤها 2028، انتخابات الرئاسية. الكثير يقول أن بالفعل يعني إمام أوغلو سيكون يعني أحد أكثر المنافسين لأردوغان في تلك المرحلة، لكن لا نعلم، لأنه عليه مجموعة قضايا قضائية قد يستغلها أردوغان، خصوصا بأن نظام القضاء ما زال مواليا لأردوغان، قد يستفيد منها أردوغان لمنعه من الاستمرار في الحياة العامة الحياة السياسية. يعني أن أردوغان في موقع يمكنه من عرقلة نجاح أكرم إمام أوغلو. بالفعل يعني طبعا أردوغان عنده كتير كروت فيو يستعمله بالنسبة للمرحلة المقبلة، بما فيها الضغط على منافسيه المستقبليين، يعني منع محافظ اسطنبول إمام أوغلو على سبيل المثال من القيام بمشاريع كبيرة. مثلا هناك مشروع كبير لمترو اسطنبول حاول أردوغان في المرحلة الماضية أن إعاقته وعدم دعمه، لأنه هكذا مشاريع تعتبر مشاريع ذو أهمية وطنية استراتيجية. فأعتقد بأن الحزب الجمهوري لديه تجربة ستكون صعبة في المرحلة المقبلة، البناء على هذا الانتصار، وهو انتصار مهم لا نقلل من أهمية ما حدث في الانتخابات المحلية، لكن هي فقط نقطة بداية. عليهم أن يستمروا في ليس فقط بناء ثقة بينه وبين الشعب، لكن بناء تحالفات مع أحزاب أخرى قد لا تكون بالضرورة مقربة منهم إيديولوجيا. طيب، وهل يمتلك أردوغان أدوات أخرى قد تمثل عقبة للمعارضة؟ أردوغان ساعته بالحكم وموجود وعنده مانديت. أردوغان عنده القدرة أنه يستغل رئاسته وأغلبيته البرلمانية لعدم تمرير كثير من المواضيع، الكثير من الأمور الاستراتيجية المهمة. يعني على الصعيد العام، يعني مسألة أنه الصحافة موالية إلى حد كبير لأردوغان، إذا لم تسلط الصحافة التركية الأضواء على هذه الشخصيات وهذه البلديات وإنجازاتها في المرحلة المقبلة، سيكون من الصعب على حزب الشعب الجمهوري إقناع الناخب في الانتخابات المقبلة بأنها أنها قادرة ومتمكنة من حكم البلاد في الانتخابات العامة. طبعا يعني الموضوع الكردي، القضية الكردية قضية حساسة بالنسبة لتركيا. يعني الورقة الكردية من السهل جدا لحزب العدالة والتنمية استخدامها في المرحلة المقبلة، خصوصا في ظل التقارب الواضح بين حزب المساواة وديمقراطية الشعوب الموالي للأكراد والحزب المعارض الرئيسي أي حزب الشعب الجمهوري. في مقال لواشنطن بوست حول ما وصف بأكبر انتكاسة انتخابية لأردوغان، قالت الصحيفة إن الديناميكية الأكثر أهمية التي قادت لنجاح حزب الشعب الجمهوري هو ارتباطه بماضي تركيا العلماني والدولي، لكنها أشارت إلى أن نجاح عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو في المرحلة المقبلة يرتبط بعدة عوامل، أبرزها أولاً الكاريزما، والتي قالت إنه يتمتع بها على نطاق واسع، وأن من الأفضل أن تقود المعارضة شخصية شعبية بدلاً من مرشح تسوية على غرار كيلدجدار أوغلو الذي خسر الانتخابات الرئاسية أمام أردوغان العام الماضي. وثانياً، توسيع حزب الشعب قاعدة ناخبيه بمن فيهم الأكراد الذين رفضهم يوماً الإرث النخبوي العلماني لحزب الشعب الجمهوري. كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست.
إعداد وكتابة انتصار يونس، مراجعة مينيرفا داغر، مكساج ميراس عريان. إذا أعجبكم ما نقدمه يرجى الاشتراك وتقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست، وأرسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي. نلتقي في موضوع جديد في بودكاست زوايا.